مشاهدي الكرام، اهلا بكم من جديد ومعذره على هذا الخلل الخفي عن ارادتنا. استاذ يحيى، تكلمنا عن القضيه الجنوبيه. القضيه الجنوبيه هذه في منتهى الاهميه، وهي قضيتنا المحوريه والمركزيه بالنسبه لليمنيين كلهم، وقضيه النظر اليها ومعالجتها تعتبر اولويه مقدسه اذا اردنا فعلا ان نحافظ على مستقبلنا وعلى اجيالنا. الحرب التي شنت على الجنوب يعني كانت كل رصاصها يطلق فيها موجهة إلى صدر الوحدة. اثنين، عملية يعني نتائج هذه الحرب ما جرى من عملية نهب وسلب وتدمير للممتلكات وللأراضي ولمنازل الناس ولحقوق الناس كان شيء لا يتصور. جرى عملية يعني تدمير دولة، كل موظفيها تم يعني رميهم للشارع. القوة المسلحة كلها اللي كانت مع دولة الجنوب كله تم حلهم وذهابهم الشارع. الموظفي المصانع والمؤسسات والهيئات حوالي 130 مصنع وهيئة ومؤسسة تم إما خصخصتها وإما مصادرتها وإما تفيدها، وكل عمالها وموظفيها يرموا إلى الشارع. الذي حصل في الجنوب هي مأساة مروعة بكل ما تعني الكلمة. يعني لو ما تجي تقول إن المتضررين 100,000 صدق هذا الكلام، وإن هؤلاء من ذلك اليوم حتى اليوم هم وأبنائهم يعيشون مجاعة متواصلة. يعني الدكتور صالح الجبري كان موظف هذه الأيام، شوف في 94 ب20,000، يعني عميد أنت في الجيش كان تحصل 20,000، قاعدوك وإلى الآن تستلم 20,000. أنا كنت أستلم 10,000، إلى الآن أستلم 10,000، أستلم 5,000، إلى الآن أستلم 5,000. مش هذا وبس، كل أولئك الموظفين والعمال والمصانع، شوف الذي أصاب الجنوب كان مأساة. قل كان في أولا استقرار في الأسعار، كان في عندهم يا سيدي العزيز يعني استقرار، يعني كان في عندهم نظام الجمعيات، كان في عندهم. أجاءت الحرب هذه نسفت كل شيء. في الضالع وحدها 28,000 جندي وضابط متروكين في بيوتهم، وبالذات المحافظة هذه الضالع ولحج، الضالع ولحج كل أبنائها من الموظفين المدنيين والعسكريين في بيوتهم. جميل، لاحظت كيف؟ وكذلك أعداد كبيرة جدا من مناطق أخرى. هذه في نقطة. لهذا نحن نقول بأنه هذه المسائل هي التي بعدين حركت في الناس إن هذه الوحدة جاءت عليهم بالمجاعة وبالمخاطر هذه كلها وبكل هذه الويلات التي جاءوا بها الجماعة. شوف عملية النهب التي تمت، أنا أدي لك بالأرقام. هل عندهم قائمة بالكشف بالنافذين والمسؤولين؟ شوف أنا كنت في لجنة سالم صالح، في لجنة سالم صالح، وهذه ترافقت مع لجنة عبد القادر هلال وصالح باصرة. شفت كيف؟ في 2007 ملفين الباصرة أنا كنت مقرر اللجنة حق سالم صالح. جميل، تمام. وكانت تترافق في هذا الوقت لجنة باصرة وعبد القادر هلال. نعم. ما الذي وجدنا؟ لجنة باصرة أعدوا تقرير تم تعديله 5 مرات. تمام، يعني مثلا ولا بيعرف عنه أحد. لحظة. تم تعديله 5 مرات مثلا، يجي يقولوا فلان نهب مثلا يعني 10,000 فدان، 1,000 فدان، يقول لك لا نزله، احذف 90% ويبقى 10%. وعد 5 مرات، وفي المرة الأخيرة صاغوا يعني عبارة، يعني إذا لم تنفذ هذا التقرير يا أخ الرئيس، إذا لم تنفذ هذا التقرير فالوحدة اليمنية في خطر، وخاصة مع وجود 17 اسم. جميل، تمام. 11% من ال 17 الاسم، 11% من خبرة الرئيس علي عبد الله صالح، من أقاربه، من بلاده. هؤلاء قالوا 17 قالوا أن يختار الرئيس، أن يختار الوحدة اليمنية بإلزام هؤلاء بأن يعودوا كل ما نهبوا على الجنوب. جميل، وإلا يختار 17 والوحدة اليمنية جازع بتروح. يعني شوف 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 الحكمة عند هؤلاء، وإلا فالوحدة اليمنية في خطر، وهذا ما وصلنا إليه. إيش الذي حصل؟ حينما قرأ التقرير على الرئيس السابق
أخذ التقرير وهذا الكلام أنا حصلته من وزراء أعضاء في اللجنة أعضاء في اللجنة، وواحد منهم هذاك عدو بخير يسمعني الآن. الذي حصل أنه الرئيس السابق بعد ما قرأوا له التقرير يأخذه ويرميه في صدر صالح باسره ويقول له شوف أنت أكبر فاسد، أنت أكبر نهاب، لا ترجم بيوت الناس وبيتك من زجاج. أقسم بالله هذا التقرير لو يخرج أو من يخرج منكم لأقطع رقبته، ختموا بالشمع الأحمر وأحذر من نشر هذا التقرير. هذا وقد تم تعديله 5 مرات وقد قال لهم عبد القادر باي جمال لا تخلوا إلا 10%. احنا اشتغلنا لجنة سالم صالح بنفس الاتجاه حق الله، تمام. صغنا التقرير الاول صغته انا، اجى الخبر بواسطة رئيس اللجنة الذي هو الاخ حسين عرب، وذاك موجود يسمعني. ومن اعضاء اللجنة من اعضاء احمد باحاج وعبد العزيز جباري وراجح حليش حق الامن السياسي، وكم الكل يسمعوني ما زالوا احياء، قالوا هذا التقرير الذي قدمته لنا هذا تقرير المكتب السياسي نحن لا نقبله. قلنا صيغنتم، صاغوا قالوا لا هذا غير مقبول، ووصلنا في الاخير ان احنا نخلي الاخ راجح حنش. قلنا له صيغنت يا اخ راجح حنش انت عدل الذي تشتهى، عدل لما شبع، وفي الاخير قال هذا تقرير غير مقبول غير مقبول، واللجنة تم حلها وقفت مع سلامة روحوا بيوتكم. هذا الذي حصل، بمعنى أن هذا النظام السابق كان مصرا على أن يوصل القضية الجنوبية إلى حافة الهاوية. طيب ماذا نقول يعني هل طيب لك أنا إيش الذي يعني أنا بين يديه سبيحة. أنا إيش أقول لك بين يديه كشف الآن يعني هذا الآن كشف يعني أعدته بأسماء المسؤولين والمتنفذين الذين استولوا على أراضي منشآت في عدن فقط، تمام، يحدد في اسم منطقة والمساحة وعام الصرف ونوع العقد ورقم وثيقة الصرف. هذا والأول مرة ينشر عبر فضائية سهيل، هذا نزل منذ يومين، هذا عمل جبار، في منذ يوم فقط نزل إلى بعض المواقع، وفيه الآن 200 اسم الناهبين الأراضي في عدن فقط والأسماء تأتي، هذه وصلت إلينا والأسماء يعني 200 اسم يعني من عند الشيخ فلان سين أبو لحوم إلى العبيد بيهل أبو شوارب إلى محمد محسن بدر الدين الحوثي إلى الشيخ علي بكر عجروم، يعني أبس نماذج. إذا معك هنا هائل عبد الحق بشر وبشر عبد الحق بشر كمان، هذا معه 5 أراضي كذا كذا، 1000 مع وزراء وقياديين منهم يحيى علي الراعي، مهيب رشاد المصري، أحمد محمد بكي، السيف عبد الوهاب الحجري، عندك حسين يعني حسين محمد ايضا عرب، عندك عبد الكريم الإرياني معه ايضا ارضيتين، محدود يعني مكتوب بالاسم والمكان والمساحه والوثيقه ورقم الوثيقه كله معمد، يعني شركه الجزيره للاستثمار السياحي، شركه الوديان، هاي بس فقط نماذج، يعني عبد القادر باي جمال، اسماء كثيره جدا يعني موجوده الان. هؤلاء يعني هؤلاء لازم يعرفهم الشعب اليمني يعني. وبالأخير أولا هذا عمل ممتاز وكويس تقوم به قناة سهيل، ونرجو أن تستمر فيه لأنها رسالة للناس في الجنوب، إن الناس بيفضحوا هذه الحاجة. لكن أنا أشتي أدي لك حقائق إيش الذي جرى من نهب كبير. أولا جرى حوالي 130 مصنع ومؤسسة وهيئة، هذه جرى باسم الخصخصة أو باسم أي شيء، سلمت لهؤلاء المتفيدين. اثنين، كان هناك يا سيدي العزيز ما يسمى بجمعية السكنية عسكرية ومدنية، كان عندهم 47,000 قطعة للموظف الدولة يعني مدنيين وعسكريين، 15 متر في 15 متر. طب لحظة هاي معروفة لحظة هذا صور تم نهبها. هذه شوف هذا الناس منهوبين الآن، هاي معروفة. أنا بس أريد أن ناقش تعيدها النقاط الـ 12. أنتم تبنيتم في حزب الشراكة، هل وافق على اللقاء المشترك هذه؟ أراضي أنا معك القضية. اسمع، 90,000 فدان أراضي الاتحاد التعاوني منهوبة، مزارع الدولة 14 مزارع الدولة الكبرى مهمة. هذه أكيد الكل مجمع وعارف القضية الجنوبية يعني، وفعلا والسؤال من سيحاسب هؤلاء؟ إذن أجي لك الآن للرد على سؤالك. شوف القضية الجنوبية ذات شقين، شق مدني يتعلق بالحقوق، وشق سياسي يتعلق بقضية الشراكة في هذه في دولة الوحدة أو في الوحدة. أما الجانب المدني الأول الذي هي قضايا الحقوق، المنهوبات، الوظائف،
كلها المؤسسه تكون على حسب قانون الخدمه. لحظه، ايوه، ال 12 النقطه حق الحزب الاشتراكي كلها تتعلق بالجانب المدني وليس بالجانب السياسي. وافق على القانون المشرع. لحظه اقول لك، لان هذه تتعلق فقط باعاده حقوق الناس الى اعمالهم. طيب وغيرها وغيرها، هذا الجانب المدني. في آليه معكم. هذا لا يحتاج اي شيء، يحتاج قرارات من الحكومه ومن رئيس الجمهوريه لتنفيذها. من سيتبنى هذه الاداه الصناعيه؟ عفوا عشان ما بشخط خط، من سيتبنى رئيس الجمهوريه وحكومه الوفاق؟ وان يعملوا على تنفيذها كيف؟ يعني هذه ال 12 النقطه كان القانون المشرع. وبعد اما القضيه السياسيه هذا موضوعها اخر. طيب نحن لا ندعي ولا نقول ان هذا الحل للقضيه الجنوبيه، هذه تهيئه المناخات، تهيئه الاجواء، تقريب الناس، ترطيب العقول. هل في آلية على اساس انه عندما يلمسوا انك بدات تعد حقوق الناس وممتلكاتهم ومنهوباتهم من الاراضي، من المساكن، من الرواتب، من الحقوق، من الدرجات، من الاقدميه الى اخره، يبداوا يشعروا انه والله في اتجاه عند اخواننا هذا انهم يعالجوا هذه المشكله. ثم ناتي للمساله السياسيه، المساله السياسيه هذا موضوعها اخر ثاني تماما. لاحظت كيف؟ وهو موضوع الحوار الوطني القادم. يعني هذا قلنا انه لا سقف له. هذا سيوضع حوار وطني. بعض العناوين تسيء لل 12 نقطة عندما يقول ان الاشتراكي طرح 12 نقطة لحل المشكلة الجنوبية، ابدا. هذه قضايا ليس لها علاقة بالحل السياسي على الاطلاق. هذه قضايا تتعلق بحقوق الناس، يجب ان تعود بدون قيد او شرط. متى ستطرح هذه؟ هل في الحوار الوطني ام الان؟ مطروح الان مع رئيس الجمهورية ومع حكومة الوفاق. تنفيذها قبل حوار وطني كتريات. نحن نقترح ونرى أن تسبق أي حوار وأي طيب. هل هذه متبنى أنتم كحزب الشراكة عشان أضع نقطة الحروف؟ تفضل. كحزب الشراكة أنتم فقط ولا لقاء مشترك هذا الموضوع؟ طرح أولا الحزب الاشتراكي. أيوه. هل وافق عليه؟ نعم. اللقاء المشترك وافق عليها الآن هذا الأسبوع. وافق عليه هذا الاسبوع. طيب. والمؤتمر الشعبي برئاسه عبد الكريم الارياني وافق عليها. طيب. ورئيس الجمهوريه قبل امس وافق عليها، واسمعوني الان الكل. هل في اليه لتنفيذها؟ يعني في اليه لقاء تزميل الان؟ هذا السؤال، نحن عندنا اليه واقترحنا اليه وبواسطه الاخوه الجنوبيين، كيف تم اعاده حقوق الناس وكيف تم تنفيذ ال 12 نقطه. طيب. هل الكل موافق معكم؟ الحراك المسلح، الحراك السلمي، المعارض الخارجي، هل وافقكم على هذا؟ ليش يوافقوا هذا؟ هذا هو هذه قضية ثانية. هذا هو يعني من ينجحوك في عملك؟ تشتهم يعني ينجحونا في عملنا؟ هم يقولوا نحن منهوبين، نحن محتلين. إذا هذه يتبناها الحزب الاشتراكي. يتبناها الحزب الاشتراكي وتتبناها الثورة وشباب الثورة. الثورة الشبابية السلمية تتبنى ال 12 النقطة بعد أن وافق عليها كل الجهات. الآن ينبغي كما قلت أن نضع آليات لتنفيذها. جميل. طيب أنا لما طلبت، باقي معي أقل من خمس دقائق، الاعتذار الآن، قلت أن في النقطة العاشرة توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق به من أضرار جراحة 94 ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسة التدميرية. من يعتذر لمن؟ الذي قاموا بالحرب ومن أن انطلقت هذه الحرب ينبغي أن يعتذروا وبحرارة. أليس من الأولى أن يعتذر علي صالح وعلي سالم البيض عما ارتكبوا في حق الشعب اليمني؟ علي سالم البيض تلقى هذه الحرب. علي سالم البيض كان موجود هناك وتلقى هذه الحرب وهرب. لاحظت كيف؟ ملاحق، مطارد حتى هذه اللحظة. إذا من يعتذر؟ من الأطراف؟ من الأطراف؟ النظام هنا. النظام هنا سواء كان النظام السابق او الذي ورثه، لانه هذا النظام الجديد الان، هذا النظام الهجين الان الجديد الذي هو حق الوفاق، هذا هو ايضا يورث او مسؤول عن اعمال النظام السابق. يجب ان يعتذر هذا النظام. رئيس الجمهوريه اسلوب الاعتذار والحكومه اسلوب الاعتذار ان الحرب كانت خطا فاحش، وان نحن نتمنى انها ما قامت ولا كانت، لانها الحقت الضرر الخطير بمستقبل اليمن وبناء اليمن واجيال اليمن. رحل علي عبد الله صالح كيف سياتي اعتذر الان وقد رحل وقد سقط النظام السابق؟ هل تريد بحكومه الوفاق بسندوه مثلا يعتذر؟ هل بالاصلاح؟ هذا النظام الجديد، وهذا النظام الجديد ورث عن النظام السابق كل شيء. اذا يعني يخرج للتلفاز ويقول يا شعب الجنوب نحن نعتذر لكم عما يقول هكذا. الحرب التي شنها النظام السابق برئاسه علي عبد الله صالح واعوانه وازلامه ومن تحالف معه كانت خطا تاريخيا وكانت جريمه ينبغي أن لا تتكرر مرة أخرى. نقطة النقطة 11 الإفراج الفوري عن كافة المعتقل السياسي على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي. يا أخي إذا كان الآن العوبل الآن اللي قتلوا فعل في حق الثوار قامت القيام وتوسط الناس اللي أخرجوا الآن معنا الثوار في المعتقلات في الأمن القومي في الأمن السياسي في الحرس الجمهوري معتقلين لم تقم القيامة. وجه الرئيس والمسؤول وجه رئيس الوزراء وجه اللقاء المشترك
لماذا قامت الدول لم تقوت وسط الناس لإخراج يعني واحد ممن معروف سجله والثوار اللي قدموا يعني الجهد الكبير؟ لأنه يحتاج يقتل أصحاب الحد يروح هناك الصنع. نعم. يعني كيف سيتم الإفراج عن هؤلاء؟ أين وصلتم أنتم كإقامة الشركة حكومة وفاق؟ أين يعني قرارات رئيس الجمهورية أو أوامره وتوجيهاته بالإفراج عنهم؟ أين؟ نعم. أوامر تصدر باستمرار، وآخر أوامر صدرت قبل أمس من وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين. هل أصبح ونحن المعلومة الذي عندنا ما بين 3000 إلى 4000 أسير ومختطف وضايع حتى الآن من أبناء الشعب اليمني، من شباب الثورة وخارج الثورة. نعم. هناك من يقول أستاذ يحيى، إذا أردتم تنفيذ النقطة 12 النقطة عليكم تنفيذ النقطة رقم 13، وهي تحرير مؤسسة الدولة من أيدي الفاسدين. كيف تريد أن ننفذ نقطة 12 وأنتم الآن ما قد سديتمش على المبادرة الخليجية؟ ما هذا أنا أتفق معك. طيب كيف تريد أن نقطة 12 ومع كل الناس؟ تمام. هذه قضية تتعلق مسألة إزالة هذا الفساد وبناء الدولة الجديدة، دولة التغيير، دولة الثورة إلى آخره. وهذا طبعا هو فيما يتعلق ببناء الدولة الحقيقية. شفت كيف دولة الثورة؟ هذا يأتي بعد الفترة الانتقالية. نحن الآن في فترة توافق، لاحظت كيف؟ بعد انتهاء الفترة الانتقالية السنتين هذه تكون الثورة قد نجحت وفازت بالعملية الانتخابية وبالتالي تبني نظام. هل أنت متفائل بتنفيذ 12 نقطة هذه؟ نعم. هل أنت متفائل بتنفيذها من قبل رئيس الجمهورية والحكومة؟ شوف، إذا أرادوا معالجة حقيقية للقضية الجنوبية وتقارب في العملية السياسية وفي الحلول السياسية ينبغي أن تنفذ هذه، ولا أنا أقول لك ستكون عقبة كبيرة جدا. من بيجي يحاورك ويقول لك الناس في بيوتهم، الناس جاوعين، الناس بلا وظائف، الناس بلا رواتب، الناس بلا كذا، من الذي بيجي يقول لك ما فيش الآن الشعار المرفوع إلا فك الارتباط؟ هل أنتم متفقون في اللقاء المشترك؟ في اللقاء المشترك متفقين على هذه النقاط. وعبد ربه منصور هادي وافق عليها، والدكتور عبد الكريم الإرياني وافق عليها. أما شباب الساحة في كل اليمن فهم متبنيينها، والدليل على ذلك الجمعة الماضية التي خصصوها للقضية الجنوبية. طيب أخيرا أستاذ، هل هناك رؤية واضحة لكم في اللقاء المشترك للمستقبل؟ هل عندكم بدائل؟ هل في هناك برنامج ومنهاج لإدارة الفترة الانتقالية؟ جميل. باختصار، هذا آخر صراحة المخرج يقول انتهى الوقت، تفضل. نحن الآن نعد ورقة فعلا، وهذه الورقة يعني شكل لها لجنة وبيعكفوا عليها يعني حول يعني البطء، حول البطء القائم الآن، ويعني التهديد الذي يهدد الوفاق ويهدد التجربة ويهدد المرحلة وكيف المخارج منها، وكذلك يعني نظرتنا فيما يتعلق بقضية الحوار ومؤتمر الحوار ومعالجة القضايا القادمة الذي في مقدمتها القضية الجنوبية وفي مقدمتها قضية الإرهاب هذا الآن المنتشر في البلد كلها، وقضية صعدة وقضية اتهامة وغيرها وغيرها. لكن تأتي كلها القضية الجنوبية هي العمود الفقري لنا كلنا، لأنه شوف بدون الوحدة اليمنية شوف لا الجنوب بيظل جنوب ولا الشمال بيظل شمال، شفت كيف؟ ونحن من خلال الحوار فيما بيننا وبين إخواننا الجنوبيين نجي بعد ما نعالج هذه المشاكل ونقدم لهم فعلا رؤية وقرارات واقعية تعد لهم الحقوق، نقول لهم تعالوا نشوف أين الأفضلية، الوحدة ولا الانفصال؟ نناقش. طيب أما أي تفكير بالعنف أو بالتهديد، شفت كيف، أو بالهيجمة أو بالغطرسة، فهذا لا يضيف إلا حرب جديدة على القضية الجنوبية وعلى قضية الوحدة اليمنية التي قد شبعت رصاص وقتل واغتيال. إذن النهج المسلح والعنف هذا لا يمكن القبول به. نعم. وهناك الأغلبية المطلقة في من قيادة الحراك الجنوبي يدونون ويرفضون النهج المسلح. خاصة هناك الآن في تآمر بين البيض والمخلوع وإيران على انقسامات كبيرة. إذن أستاذ يحيى شكرا لحضورك معنا هذا اللقاء. أهلا وسهلا. كما أشكركم مشاهدي الكرام أينما كنتم، ونعتذر لأنه ناقشنا القضية الجنوبية في 4 حلقات، واليوم ناقشنا أيضا بجزء كبير القضية الجنوبية، والقضية الجنوبية قضية كبيرة تحتاج إلى أكثر من حلقة، وفعلا يدا بيد
لم الشمل وإعطاء إخواننا في المحافظة الجنوبية حقوقهم، فهذه قضية سياسية بامتياز، والكل فعلا لابد أن يتكاتف فعلا لإخراج هذه القضية إلى حيز الوجود. والنظام السابق فعلا أساء كثيرا إلى الوحدة وإلى إخواننا في المحافظات الجنوب، بل إلى البلد بأكمله، يدا بيد لاستكمال ما تبقى من أهداف الثورة السلمية. لكم مني كل الشكر والتقدير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.